بس بدك اياها تظهر لي بمسح. فكري انه رجعتي بدأ يفوت من الابهر يفوت تعمل ماكسيم لانه هي الاباني الاهرى في حدا بده يفل حدا ما رح يفل من الاخر يفل. اذا طلعت نقلوا على الجمعة الاسبوع اللي بعده اثنين هوني بس مثل واحد كنا اربعة الفاينل. بعتقد هيك مو هتفوت هيك انا جاوب حس اربعة فاينل. عم بيقولوا اثنين وعم بيقولوا ثلاثة في الماضي كانوا 20 واحد كان في أربعة حسين 21 المفروض يكون في أربعة مين؟ أقل شيء أربعة ما أعتقد خمسة ما بينفع شكل عرس خمسة فاينل ما بينفع. هيك تجي تفكر فرد هلا احنا سبعتنا وصلنا على الفاينل سبعتنا على التونو الفاينل واحد بده يربح ستة. فهمت شو قصدي؟ بس هو الشعور لانه عم تظهر قبل بوقت ما عم بتكون بالف ما تكون وقفة الفاينل يمكن هيك المشكلة من هيك واحد ينور بده يفكر فيها هي ذاتها. ايه هو ايه كل شيء هي الوقفة وقفة الفاينل حتى لو ما ربحت حلوة بس تجي تفكر فيها منطقيا هلا اذا تجي انه حالك انت كشخص حتى لو انه يعني ما بعرف يعني حتى لو انت ما اخذت اللقب بس انت لك منيحه انك توقف من اخر الناس. بعدين انا كنت وليه اخذت فيكم اللقب اكيد يعني حيكون يستاهل فينا يمكن حدا بيعرف انه وصل على الفاينل لا ان شاء الله. بعد يعني هي مش حلوة حتطلع نومينية بس حلوة حتشوف قد ايه في شوف يعني شعبية والعالم لا برا ما تحس هالاحساس الفظيع. انا قلت لهم انا زفتت ما كل حد طلع مني مني بس نحك وحكي. استاذ خليل قال لي انت بتعرفي انا قديش بحب صوتك يعني انت انا بالنسبه لي من الاصوات النادره اللي ممكن تعمل شيء بالمستقبل. حتى قال لي تذكرتي قديش غنيتي لي بالكاستنج الاول ست اغاني يعني بس انت كثير. انا بالكاستنج كنت كان هو انا في اغنيه عادلها ثلاث مرات بس عم بغني اللي غني اغنية بانيلو هاي برجع بيقول لي عيدي لي هذيك. برجع بغني له اغنية ثانية برجع بيقول لي عيدي لي هذيك. هذا هياك؟ أكبر منك إيه؟ صغار؟ سؤال اليوم من أهلت إنه هني عم بيقولوا لي إنه أنت شيء أنت أكبر شيء بالبيت؟ قالوا لك شو؟ انك كنت كثير منيحة وعملتي جو بالاكاديمي وكذا، إذا طلعتي ما تزعلي وهيك. أنا إذا طلعت مش رح أزعل إنه طلعت. أنا ما رح أزعل إنه لا ليش ما بقيت وهيك، رح أزعل عليكم بس.
الصالون. لا تعال نقعد معاهم الشباب، صار لي 3 أيام مش فيهم، على الأقل ساعة ونرجع لهم. يلا قوم ونتعشى كده.